السلام عليكم اخواتي الغاليات، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده من وصفات شيف حليمه. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم بريوش اللي ساهل ماهل، المكونات ديالو اللي بسيطه بزاف وكتكون متوفره في كل بيت، وان شاء الله غادي تحتاجوه الوليدات ديالكم المدرسه كوجبه افطار الغوتي. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم وينال الرضا ديالكم، وكنتمنى خليوا لي البنات عدد كبير من اللايكات، ودائما فعلوا الجرس اسفل الفيديو باش توصلوا بجديد الوصفات. وكنتمنى الا كنتوا اول مره البنات كتشاهدوا القناه ديالي ما عليكم الا تشاركوا فيها، وراكم دائما منوريني. وخليكم معايا نمروا للمقادير والطريقه ديال التحضير وفرجه ممتعه. بالنسبه للمكونات، هنايا عندي 200 غرام من الدقيق، وكتقدروا كتضاعفوا الكميه. هنايا عندي واحد حبه بيضه صغيره اللي مخفوقه، او 30 غرام من البيض، بيضه بحال ما كتخفقوها وكتعبروها. هنا كنحتاجوا 40 غرام من السكر، 5 غرام من الحليب المجفف، 25 غرام من الزبده تكون دائما بحراره الغرفه، عندي قبصه من الملح، وكنحتاجوا 100 غرام من الماء يكون دافئ، وضفت عليه واحد نصف معلقه صغيره او 3 غرام من الخميره الفوريه، دائما كتكون على حسب الجو، وكندمج على هذا الشكل هذا. دابا نمر للطريقه ديال التحضير. هنا كمرحله اولى غادي نضيف السكر وكندمجو على هذه الطريقه، من بعد غادي نضيف الحليب المجفف وكندمجو، من بعد كنضيف الملح، غادي نضيف هذه البيضه اللي مخفوقه، صافي. ومن بعد غادي نضيف الماء كما كتشوفوا مع الخمير، مع الخميره الفوريه بالتدريج. من بعد غادي نعجنوها على هذا الشكل هذا، يعني غادي خاصه نعجنوها مزيان ونعطيوها الدلك جيدا مع إضافة الخميرة مع الماء الدافي بالتدريج، حتى غادي نحصل على واحد العجينة اللي غادي تكون لينة ورخوة. ميزنا الله بأن لنا عقلا يتدبر ويهيم بأرجاء. من بعد ما كندلكوها على هذا الشكل هذا، كنحصلوا على واحد العجين اللي كتكون رخوه بزاف ورطيبه، باش كنحصلوا على واحد البريوش اللي كيجينا هكذا مفشفش من الداخل ديالو. هنايا غادي نضيف الزبده اللي كتكون دائما بحراره الغرفه، وغادي نرجع ندلكها جيدا على هذا الشكل هذا. كتقدروا هذه العمليه كديروها غير كتعجنوها غير باليد ديالكم، غير هي كتستغرق الوقت واحد شويه، يعني العجانه كتكون اسرع. صافي، انا غادي نستمر بنفس كما كتشوفوا الطريقه، حتى غادي ندخل هاد الزبده للعجين ونحصل على واحد العجين اللي غادي يكون لين. هنايا من بعد ما كما كتشوفوا ما كان معجنت العجين، غادي نحصل عليه على هذا الشكل هذا، يعني واحد العجين اللي كتكون خفيفه بزاف. دائما العجين ديال البريوش خاصنا نحصلوا عليه على هذه الطريقه هذه. غادي نضيفها في واحد البول، وغادي نغطيها بلاستيك غذائي، وغادي نعطيها الوقت حتى كتضاعف الحجم ديال هذا العجين. بأرجاء الدنيا كي يسعد فيها ويعمل، أولست ترى الإنسان بها دوما يتغير، ما أروع عقلا يستهدي يسأل يتأمل يتفكر، فخواطرنا من بعد. هنايا كما كيبان لكم ما كتضاعف لي هذا العجين، كنحصلوا عليه على هذا الشكل هذا.
فانا غادي نرش سطح العمل بالدقيق، قليل من الدقيق ماشي بزاف، وغادي نضيف هاد العجين. كما كيبان لكم العجينة كتكون هذا خفيفة بزاف. صافي، كان هذا ننزلها على هذا الشكل، هذا كنحاول كنبسطها غير شوية. صافي، هنايا كنقطعها بهذا الشكل هذا باش كنحصلوا على واحد هذا الكرات اللي كيكون متساوية، وكتجينا نفس الوقت سهلة. كما كيبان لكم العجينة راها كتجي خفيفة بزاف، ولكن راها سهلة دغيا، ما تخافوش منها، ما كتلتصقش لينا. صافي، غنقطعها بهذه الطريقة هذه. صافي، وكما كيبان لكم هنايا غادي نبدا نشكل كرات اللي غادي تكون صغيرة الحجم على هذا الشكل هذا. هنايا عندي واحد الصينية او هذا مستطيلة كتكون على هذا الحجم هذا، هذا ما كبيرش بزاف. صافي، انا غادي نستمر بنفس الكيفية حتى نكمل هذا العجين اللي عندي. ميزنا الله بأن لنا عقلا يتدبر ويهيم بأرجاء الدنيا كي يسعد فيها ويعمل. أولست ترى الإنسان بها دوما يتغير؟ ما أروع عقلا يستهدي، يسأل يتأمل يتفكر. فخواطرنا من هنايا، من بعد ما ضاعف لي الحجم ديالهم مرة ثانية، خفقت واحد البيضة وضفت عليها الكريمة السائلة، او كتقدروا كتضيفوا عليها القليل من الحليب. صافي، غادي ندهن هاد البريوش، او كتقدروا كتدهنوا حتى من المرحلة الاولى. طريقة سهلة ومبسطة، يعني هاد البريوش كنتمنى ان شاء الله تجربوه، كيجي اكثر من رائع، كيجي هذا مهوي وخفيف بزاف. من بعد غادي نقبط كما كيبان لكم قطعة الزبدة تقريبا واحد 40 غرام، كنقطعهم على هاد الشكل هذا يكونوا طريفات صغار، وكنوضعهم على هاد الطريقة هذه. هاد الزبدة هادي ملي كتسيح صراحة كيشربها هاد البريوش وكيجي لذيذ لذيذ، هذا من الداخل ديالو. بالنسبة للفرن درجة الحرارة 180. صافي، وغادي نخلي هاد البريوش حتى كيتحمر وكياخد ليا داك اللون الذهبي. وهذا هو الشكل النهائي كما كيبان لكم. هنايا البنات، من بعد ما هذا ما طابو هاد الطاب هاد البريوش وخرجته من الفرن، كنخليه حتى كيبرد تماما، وكتبقى لكم واحد الزبيده من تحت، واحد القليل على في الصينيه، كنقبطها وكندهنها من الفوق لهاد البريوش هذا، كتعطيه واحد اللمعان. كما كتشوفوا البريوش راه كيجي خفيف 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 بزاف. انا بقات لي القليل من العجين ودرت هذا عاوتاني، شكلته على شكل دائري، كيجي خفيف ونفس الوقت كيجينا لذيذ وساهل ماهل في التحضير ديالو. ان شاء الله غادي يعجب الوليدات ديالكم بزاف. هكذا الفطور كيجي خفيف ما تقيلش، ولا بغا هكا تعطيهم اليوم يديهم حتى للمدرسة
وان شاء الله غادي ننزل لكم بحال هاد التشكيلات ديال هاد البريوش هذا لهكا الوليدات المدرسة. وكنتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو يعجبكم وين الرضا ديالكم. وكنتمنى البنات كنتمنى البنات التشجيعات ديالكم. كنتمنى خليوا لي البنات اللايكات ديالكم، هي اللي ان شاء الله باش كتخلي الفيديوهات دائما كتكون حتى هي مع الاوائل. وكنتمنى دائما البنات بارطاجيو الوصفات ديالي مع الاصدقاء ومع الاحباب باش تعمل فائدة على الجميع. وبسلام عليكم، خليتكم في أمان الله، خليت لكم الهنا ورحت البال. إلى فيديو قادم إن شاء الله.